بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الشيخ مهيمن الحمداني المرشح الفائز عن الدائرة الأولى في كركوك الأوضاع السياسية والخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى دعم جهود الاستقرار في المحافظة. وأكد الحمداني خلال لقائه الكاظمي أنه سيكون ممثلا عن جميع مكونات كركوك، مثمنا جهود القوات الأمنية في تأمين العملية الانتخابية التي لم تسجل أي اعتداء إرهابي في عموم كركوك.